الجلد والسجاد والموكيت والزل. سلام عليكم، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه. اللي بيستفيد من الأسعار القوية يركز اسمهم. مفروشات سهم الأصالة وعروضهم إلى 7 سبتمبر لمدة 10 أيام فقط في هذا الفرع الموجود في حراجي بن قاسم. بمجرد تكتبون مفروشات سهم الأصالة بيوصلكم هنا مباشرة، علما الأسعار خاصة لكم بالتحديد، العروض والأسعار والأصناف سنابات القادمة. فون الموكيت ابو عقده، هذه الالوان ابراهيم ساك الله بالخير، كم يجي منه من لون؟ 8 الوان. 8 اليوم الوان. اليوم يقولون عندك اسعار غير طبيعيه جدا جدا جدا، اذا لقوا اقل نتحمل الفرق. الله، موكيت ابو عقده هذه الالوان 7-8 الوان ياخذون المتر بكم؟ 7 ريال في مفروشات سهم الاصاله. للعلم خذوا المساحه اللي تبون، بس كميات تجاريه لأنه أصحاب المحلات تستغل العروض، كمية تجارية ممكن فينا المرة. فقط للي بيستفيد من المتابعين، تعالوا خذ الكمية اللي تبغى، هذا العرض غير مخصص للمحلات التجارية. 7 ريال للمتر المربع. هذا موكيت أبو عقدة وهذه الألوان الموجودة 8 ألوان، يختارون اللون أو تختارون اللون اللي تبون. المتر بسبعة، 7 ريال فقط، خاص للمتابعين. كمل وودي موكيت ابو عقده، المتر ب7 ريال ويجي منه 8 الوان، سعر قوي جدا جدا جدا. تشوفون الموكيت اللي هنا، ما شاء الله تبارك الله، كميات كبيره جدا. ابراهيم هذا الموكيت ايش نوعه؟ موكيت تركي، اكثر من 8 رسمات، يجي من كل رسمه 6 الوان، ياخذونه بكم؟ المتر ب16 ريال للمتر المربع في مفروشات سهم الأصالة إلى 7 سبتمبر. عندهم خيارات كثير جدا في الألوان، رسمة رسمتين 3-4-6 رسمات، وكل رسمة 8 ألوان، والمتر عندهم ب16 ريال. هل موكيت التركي هذا العرض مدة 10 أيام يا جماعة. هذا لا قالوا جلدوا الموكيت جلد. الموكيت اللي هنا وش نوعه؟ موكيت مبطن، نوعيات كثيرة وأشكال كثيرة وألوان كثيرة، على 14 ريال. الموكيت المبطن، الخيارات اللي تشوفونها بالتحديد في الفيديو، 14 ريال بس. اللي بيستفيد يجي مفروشات سهم الأصالة فرع الحراج حراج بن قاسم. بديل الباركيه، أول شيء أبسأل، أنا عارف إن سعرك قوي، أبسأل عن السماكة. 2.5 ملي. يا سلام، 2.5 ملي، خيارات وكتالوج وخذوا اللي يناسبكم. كم السعر اللي قلته لي؟ 18 ريال بديل الباركيه. جميع الألوان تفضل. نعم، الله عليك يا إبراهيم، 18 ريال. أنا أقول لكم عندهم الكميات ضخمة، تشوفون هالموكيت هذا ب16 ريال. هذه ألوان إبراهيم صح؟ هذه ألوان اللي هنا، الموكيت عندهم ب16 ريال فقط. الموكيت اللي تشوفونه قدامكم هذا سميك، عينكم على يد. أي نعم. كم يجي منه من لون؟ تقريبا 9 ألوان سادات. المتر 24 ريال فقط. المجالس الرسمية اللي بجودة عالية جدا جدا جدا. طبعا أنا عارف إن كل الفئات عندك، شايف عندك هالخيارات الجميلة جدا والشيء الرسمي. قلت لي عندك سعر قوي عليها، 45 ريال. كانت ب58 للمتر، حاليا ب45 ريال، صارت 48، وعشان المتابعين 45. تشوفون هذه الأسعار قبل وبعد، حاليا ب45 ريال. كم نكشة فيها ولون؟ كل نكشة فيها 8 ألوان. يا سلام، كل نكشة 8 ألوان. هذا سجاد تصفية، سجاد الدائري، مقاسه 1.5 متر، متر ونص القطر، 1.5 متر، بسعر 55 ريال. هالتشكيلة اللي تشوفونها قدامكم 55 ريال فقط. السجاد اللي هنا مقاسه 2 × 2 متر، سجاد دائري، سعره كم؟ 95 ريال. نعم 95 ريال، طبعا تشكيلة عندهم والألوان على 95 ريال فقط، كلها سجاد تركي. السجاد اللي هنا كم مقاسه؟ 1.20 × 1.70، وبسعر 60 ريال. عندهم تشكيلات مودرن، كلاسيك، مشجر، سادات، خيارات. سجاد الخيش اللي هنا هذا 3 متر × 2 متر، 2 × 3، تشكيله في الالوان والاشكال. اي نعم، بسعر كم؟ 200 ريال. 3 متر × 2 متر. يا جماعة السجاد الإكريليك اللي هنا نازل عليه تخفيض قوي جدا، هذا 3 متر × 2 متر، بدال 780 ياخذونها بكم؟ 395. أكثر من 4 رسمات وكل رسمة 5 ألوان،
وجميع المقاسات موجودة 3 متر في مترين 395. بينهم اللي يبحثون عن الزل شوفوا الخيارات اللي عندهم فيها الزل وهالألوان وهالتشكيلات. طبعا حنا نتكلم على 3 متر في مترين، كم سعرها إبراهيم؟ 480 ريال فقط. يا سلام، شوفونها قدامكم أطرافها هدب، يا سلام. جاد التركي اللي هنا 3 متر في مترين، طبعا تشكيلة في الألوان والأشكال والخيارات، هذا كم سعره؟ سابقا 480، حاليا 225 ريال. 225 ريال 3 متر في مترين. وخيارات السجاد اللي هنا، طبعا هذا خيش ولا لا؟ هذا خيش، نوع خيش السجاد، في خيش وفيه أنواع وخيارات. هذا كم مقاسة؟ متر ونص، 220. 220 في متر ونص، وبسعر 90 ريال فقط. أسأل سؤال، هذا كم مقاسة؟ 3 متر في مترين، مكتوب قبل 380، حاليا 140، 140 ريال فقط التخفيض اللي نازل عليه عندهم في الفرع ب 140 ريال. زي ما نلاحظ نشوف حنا في مفروشات سهم الأصالة فرع حراجي بن قاسم، حتى الشكل الجميل اللي هنا.